في صلاة الجنائز، وهذا الأمر في غاية الأهمية خصوصا في هذا الجامع المبارك الذي تكثر فيه صلاة الجنائز، فحري بالمسلم أن يتفقه فيما يختص به في أمر دينه، خاصة ما يعتاد عليه المسلم. وصفة صلاة الجنازة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات، فالتكبيرة الأولى يكبر الإمام ويكبر الناس من خلفه بقولهم الله أكبر، ثم يقرؤون بعدها سورة الفاتحة، ثم يكبرون التكبيرة الثانية ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل الصلاة الصلاة الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبرون التكبيرة الثالثة ويقولون الأدعية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الموضع يدعى للميت بالرحمة والمغفرة، ثم يكبرون التكبيرة الرابعة ويكون بعدها سكوتا قليلا يسيرا، ثم يسلمون الرابعة. هذا ما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.